أرضعتني، يقول أرضعتني جدتي المتوفاة مع خالتي حتى الإشباع، ولكن لم نعرف عدد الرضعات. السؤال: هل خالي الكبير الذي لم أرضع معه يكون أخي من الرضاع؟ كل أولاد جدتك يكونون إخوانا لك. إذا رضعت حتى الشبع معناه أنك رضعت 5 مصات. المراد بالرضعات المصات، أو المراد بالمصات الشبع كل مرة، لا، المصات. إذا مصيت لبن هذه رضعة، إذا مصيته ثانية هذه رضعة، حتى تبلغ 5. فكل أولاد جدتك التي أرضعت كلهم يكونون إخوانا لك، هم أخوال لك من جهة النسب، وإخوة لك من جهة الرضاع. نعم.